في هذه الحلقة إلى سوريا، حيث نشرت صحيفة أوبزيرفر افتتاحية قالت فيها إن المنظمة الدولية للحد من الأسلحة الكيماوية وجهت أخيرا أول اتهام مباشر لنظام الأسد بإصدار أوامر بشأن هجمات غير قانونية ضد الشعب السوري. تقرير رفضته روسيا مدينة عمل طريقة معامل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا. ترى موسكو أن المنظمة ارتكبت انتهاكات فظة للمبدأ الأساسي لعملها في تقريرها الجديد غير الجدير بالثقة حول سوريا. المزيد حول هذا التقرير في تقرير الزميلة لبيبة شريفة، نتابع. أكمل التحقيق. رغم رفض النظام السوري له ورغم منع مشدد لوصول المحققين إلى مسرح الجريمة في محافظة حماة، أكمل التحقيق رغم دعم الدول الحليفة للنظام السوري ومعاونتها له في إخفاء جرائمه على مدى أعوام. ولأول مرة منذ بداية الحرب عام 2011 وجهت منظمة الحد من الأسلحة الكيميائية اتهامات مباشرة لجيش النظام السوري وللأسد نفسه بإصدار أوامر للقيام بهجمات كيميائية في بلدة اللطامنة بمحافظة حماة. في تقرير للمنظمة يظهر خبايا التحقيق تم الكشف عن تفاصيل مفادها أن طائرتين من طراز سوخوي 22 أطلقتا قنبلتين تحتويان على غاز السارين، وذلك في تاريخ 24 و30 من شهر مارس أذار عام 2017، فيما ألقت مروحية سورية اسطوانة من غاز الكلور على مستشفى اللطامنة. وبتقديم المعلومات هذه تكون منظمة حظر الأسلحة قد أعلنت للمرة الأولى منذ بدأت الحرب في سوريا عن اتهام رسمي للنظام السوري، رغم عملها على كثير من التحقيقات التي لم تكتمل ويعلن عنها حتى الآن، رغم ورود معلومات عن إمكانية إصدار المنظمة خلال الأشهر القليلة المقبلة تقريراً حول هجوم بغاز الكلور استهدف مدينة دوما في أبريل نيسان العام 2018. ورغم تأكيد منظمة حظر الأسلحة مسؤولية السلطات العليا في القيادة العسكرية السورية عن هذه الهجمات، يواصل النظام السوري نفيه لتلك الاتهامات. وعليه يشدد حقوقيون على أهمية استغلال هذه التحقيقات عبر عمل الأمم المتحدة والدول الموقعة على معاهدة الحد من السلاح الكيميائي لمحاسبة النظام السوري رسمياً عن كافة الجرائم التي ارتكبها على مدى سنوات وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل. وأرحب بضيفي عبر سكايب من اسطنبول الدكتور ياسر النجار، الكاتب والمحلل السياسي السوري. أهلا بك معنا دكتور. حياكم الله. أهلا وسهلا، مرحبا. كيف قرأت تقرير هذه المنظمة؟ أنا بتصوري تقرير مضى عليه 3 سنوات يعطي مؤشر لأن هذه المنظمة غير معنية أو غير حريصة على أن يكون هناك إنجاز بشكل سريع، أو غير يعني مقيدة من أكثر من دولة بحيث أنها لا تنجز بهذا الوقت خلال 3 سنوات. ولكن من ناحية أخرى أذكر أن التوقيت أيضا يعطي رسالة مؤداها أن هناك ضغوطات دولية بدأت تمارس على نظام الأسد، وبتصوري بدأ الأمر من خلال ما يرى في قانون سيزار. الآن اتهام مباشر وصريح من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يعطي رسالة مدلولة أن نظام الأسد بدأ لم يتعافى، وأن هذا النظام سيتحمل مسؤولية كل الجرائم، وبالتالي لم تستطيع الدول أن تعيد صناعة هذا النظام من جديد. طيب ماذا عن ردة الفعل الغاضبة لموسكو؟ موسكو تشكك في المنظمة، ترفض، تصف التقرير بأنه غير جدير بالثقة. طبعا هذا هو شأن موسكو. موسكو هي متورطة بشكل ما، وخصوصا أنها بداية هي التي كانت شريك في نزع السلاح الكيماوي عندما كان هناك قرار أمريكي حازم لنزع السلاح الكيماوي، وكانت روسيا هي الضامن لنزع هذا السلاح، وهي الوسيط الذي ضمن وتم تسليم من المفترض السلاح الكيماوي. هذا من جانب. الجانب آخر نعلم أن السلاح الكيماوي يستثمر من خلال أو يضرب من خلال استخدام سلاح الطيران، وسلاح الطيران الجميع يعلم مسؤولية موسكو من خلال قاعدة تحميلية حول أي ضربة جوية تمارس فيها وينتهك فيها ويكون من خلالها جرائم حرب حقيقية. وأنا بتصور موسكو تريد أن تقول أنها غير يعني مسؤولة، وبالتالي هي تريد أن تخرج من هذا الأمر. أنا بتصور موسكو يمكن أن تحيد
في حال إذا كانت موسكو جزء من الاتهام، ولكن حتى هذه اللحظة النظام فقط هو المتهم، وبالتالي موسكو تستطيع أن تمارس حقها في حق النقد الفيتو. طيب ماذا عما استشهد به النظام السوري مما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية عام 2018 في تقرير اتهمت فيه تلك المنظمة بالتلاعب وبأن هناك أمور تتعلق بعدم الشفافية وعدم المهنية أيضا؟ العملية تسييس تقارير الأمم المتحدة هذا أمر يعني كان يمارسه النظام منذ البداية. أنا بتصور النظام مدان أكثر منه من قرارات منظمة الأمم المتحدة أو منظمة حظر السلاح الكيماوي من خلال عدم السماح بإدخال فرق التحقيق بالوقت بالتوقيت المناسب، ومن خلال إخفاء الأدلة وتغيير معالم الجريمة أو أماكن الجريمة. أنا بتصور النظام الأسد يعني يمارس دوره المعهود بالتكذيب، وأنه لحتى هذه اللحظة لا يعترف بوجود لا حتى كورونا ولا من قبله أي معارضة أو ثورة في سوريا. لذلك النظام لا يعول على كلامي، النظام موجود في زاوية الآن يمارس عليه كل الضغوطات. روسيا الآن يجب أن تقرر هل ستمارس، يعني الدول كلها هل ستمارس دورها المستمر في الدفاع وحماية هذا النظام، أم أنها تستطيع أن تتخلص من هذا النظام وتتخلص من الأعباء المسؤولية التي قد يورثها النظام من خلال الاتهامات التي تمارس عليه وبالدليل القاطع. ماذا بعد هذه التحقيقات أو هذه الإدانات للنظام السوري؟ هل تتوقع خطوات دولية؟ يعني من التاريخ الذي يعني كنا نراقب فيه قرارات أممية يعني تفرض بحق الواقع في سوريا أو حتى النظام، ولا نرى إرادة دولية لتنفيذ هذه القرارات. إذا هذه القرارات ستكون مكلومة أو لا تستطيع مبتورة، لا تستطيع أن تمارس إلا من خلال دول فاعلة. أنا أتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد. بتصور هذا القرار وبهذا التوقيت يعطي رسالة إلى روسيا أنها تتخلى عن هذا النظام في نهاية المطاف عندما يكون هناك إرادة وتحقيق لحل سياسي حقيقي. وأنا بتصور هناك رسالة مؤداها أن اللطام هي مناطق نفوذ للميليشيات الإيرانية، وبتصور هناك سيتم ربط إيران وتجريمها باستخدام السلاح الكيماوي. ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد ثقة من المواطن السوري أن هناك إرادة حقيقية للحل ومحاسبة المجرمين عما اقترفت أيديهم في سوريا. لذلك أنا بتصوري هي إرهاصات ولكن لا يوجد دلائل ووقائع على أرض الواقع، بالإضافة إلى ما يعرف ببداية تطبيق قانون سيزر في الأيام القادمة. الدكتور ياسر النجار المحلل السياسي السوري كنت ضيفي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من أضواء على الأحداث، حتى ألقاكم في حلقات قادمة، دمتم في أمان الله، السلام عليكم.